اول حاجه هنعملها النهارده عصير الليمون. عصير الليمون باللبن برضو فكره مستهلكه جدا، مش حاجه جديده. هوريكم العصير النهارده مختلف عن ايه. هنقطع ليمون نصين، يعني شويه ليمون 10 15 على حسب حجم الليمون. الليمون اللي في السوق مش دايما الواحد بيلاقي الحجم الكبير، في الليمون الاضاليا اللي هو كبير قوي ده هايل، هي ليمونه واحده تقضي الغرض. فهنقطع الليمون، يعني نقعد نقطع لحد ما نزهق او لحد ما الليمون يخلص او لما حد يقطعه اديكم بالسكينه، يعني اللي يحصل الاول. المهم شويه ليمون. هنحط معاه نعناع، عايزين نحط حزمه نعناع كامله، لان النعناع عشان نطلع الفليفر اللي فيه لازم يتسلق، فبما ان احنا مش هنسلقه هنضربه في الخلاط فمش هنقدر نطلع كل الفليفر اللي فيه، فمحتاجين كميه كبيره خاصه ان احنا هنصفيه بعد كده. هنقطع بس الجذور بتاعته ونرمي الكلام ده كله هنا في الخلاط. هنحط شويه ميه عليه، وما نحطش ميه كتير، لو احنا لقيناه تقيل بعد كده ممكن نخففه بميه. هنحط شويه ميه حوالي كوبايه او كوبايه ونص حاليا. واخر حاجه هنحطها بعد ما نحطه على الخلاط، هنحط علبه لبن مكثف اللي هو محلى، وده هيغنينا زي ما انتم شايفين هو تقيل جدا. هنحط حوالي نص العلبه، مش عايزين نحط كتير عشان لو كتير قوي هتبقى مشكله وهيبقى مسكر زياده عن اللزوم. هنحط شويه سكر، ومش عايزين يعني في العصير والحاجات دي نحبكها، وكم معلقه وكم كوبايه والحاجات دي كلها. هنحط شويه وندوقه، طلع مزز هنزود سكر، طلع مسكر قوي هنزود ليمون. الحقيقه اسهل من كده بكتير. هنحط شويه سكر مش كتير، لان احنا اصلا حطينا اللبن المكثف المحلى، واللبن المكثف ده موجود في سوبر ماركت كلها، بيتباع في كنز صفيح. لو هنستخدم جزء من العلبه وهنخلي الباقي لازم نشيله في حاجه تانيه غير الصفيح ونحطه في الثلاجه. المهم هنضرب الكلام ده على سرعه واطيه في الاول عشان الموضوع يبقى تمام. والمزيج بتاع العصير شكله كويس. طبعا الليمون مفيد جدا، اول حاجه مطهر، فيه فيتامين سي كتير جدا، من اكتر الحاجات هو البرتقان، فبيقوي الاوعيه الدمويه وبيطهر المعده، بيحافظ على الصحه ضد البرد والانفلونزا والكحه. النعناع برده مفيد جدا، يعني النعناع مهدئ شويه ومسكن للالام والاعصاب، غير طبعا ان النعناع مفيد لامراض الكبد. هنضربه شويه، هنبتدي نعلي السرعه شويه. تقريبا خلاص العصير خلص والخلاط هينفجر، وكده يبقى خلصنا العصير وعرفنا ايه فوائد تقريبا المكونات اللي موجوده في العصير ده. تاني حاجه هنعملها، هنعمل الرز بالخضار، بس بعد ما نشوف التقرير الجاي.